نعم عبد الله، نحن الآن في المقر الذي تم إعلان فيه نتائج التوجيهي للعام 2019. بلغت نسبة النجاح 58.3%، ولأول مرة في الأردن يحصل الطالب أحمد عثمان على 100 من 100 في التوجيه. وللاستيضاح أكثر ولأخذ التفاصيل الأكثر لحصول هذا الطالب على هذه النتيجة التي تعتبر هي النادرة والمشرفة للطالب وللأردن، أحمد نتكلم عن هذا الإنجاز وهذا النجاح، وألف ألف مبروك في البداية. نتكلم عن هذا التفوق وهذه، هل توقعت هذا المعدل وهل توقعت أن تحصل على هذا المعدل؟ والله حقيقة نعم، كنت حول هذا المعدل، مش تحديدا ولكن حوله نعم، كنت متوقع أحصل على هذا المعدل. نتكلم كيف حصلت على هذا الإنجاز في المثابرة، نتكلم نوضح للمشاهد. نعم. يعني هل هنالك كان ساعات طويلة للدراسة؟ نعم. بالنسبة للدراسة اليومية كانت بحدود 5 إلى 6 ساعات، ولكن الفكرة فيها هي تنظيم الوقت بالنسبة للتوجيهي. أما بالنسبة لفترة الامتحانات نعم، لازم تجد، لازم تجتهد، بدك تزيدهم، بدك ترفعهم حسب الحاجة وحسب المقتضيات تاعونك. ماذا تتأمل؟ ما هو التخصص الذي تطمح أن تدرس؟ بإذن الله تعالى الطب. بإذن الله. أحمد بالتوفيق وألف ألف مبروك.